الاجواء في اسكندريه، يمكن اللي دخل على الفيس وشاف الصور في اسكندريه، الاجواء هناك اجواء ممطره جدا، اجواء عواصف، زعابيب. شفت استاذ محمد؟ يمكن الصور جات لنا حاجه صعبه جدا. والله في صور جت استاذ احمد من اسكندريه، اعتقد يعني حتى المشهد ده ما تعرفش فين البحر وفين، ما حدش عارف فين البحر وفين الطريق يعني. فعلا صح. يعني فبقول لحضرتك كابتن احمد، اجواء اسكندريه نقلتنا نقله مباشره لاسكندريه للشتاء بدون اي مقدمات. واعتقد الصور خير دليل. ابقى يعني السؤال هو كيف سيلعب الفريقان مباراه اليوم؟ بص، الناس بتعوم على الرصيف، شايف بتعوم. ففي مشاهد تانية يمكن كانت يعني كانت اصعب شويه يعني. انا شفت صور لعربيات كابتن صبري. العربيه تعتبر شبه متغطيه فعلا. طب لو هو المنظر كده في الشارع هيبقى في الملعب ازاي؟ على فكره لعيب الفريقين، احنا هنحاول نجيب دلوقتي صلاح عقد على التليفون، مراسلنا من هناك او مفادنا من هناك، علشان نعرف برضو الاجواء، لان خلي بالك لسه الفريقين لحد دلوقتي معلوماتي ان لسه الفريقين ما وصلوش استاد اسكندريه. اكيد بالمنظر اللي احنا شفناه ده ما اشك يعني ان المباراه هتتلعب، يعني لما يكون المنظر كده في الطريق او في الشارع، ففي الملعب اكيد هيبقى الموضوع صعب جدا.